عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اليوم جلسته الاعتيادية 15 في دورته الخامسة برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس. وفي مستهل الجلسة رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المعظم وإلى السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، مستذكرا ببالغ التقدير والفخر والاعتزاز ما حققته البلاد من نهضة وتطور ونماء وازدهار في العهد الميمون لجلالته أيده الله ورعاه. وأكد المجلس أن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته وبمتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جسدت بإخلاص ووضوح قيمنا السامية وهويتنا الأصيلة وتاريخنا العريق لتخط صفحة مشرقة ومرحلة مزدهرة تتصل بمسيرة الآباء الكرام وتثمر سلسلة ملهمة من الإنجازات الحضارية والمكتسبات الوطنية. وفي سياق آخر أعرب معالي الرئيس وأصحاب الفضيلة الأعضاء عن شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك المعظم على تفضله باستقبالهم بمناسبة شهر رمضان المبارك، معبرين عن تقديرهم واعتزازهم بما أبداه جلالته من تقدير لدور المجلس في خدمة الدين الإسلامي الحنيف، مجددين العهد لجلالته بالمضي قدما لتلبية تطلعاته السامية إلى خدمة الدين والوطن والقيم. كما أعرب عن تقديره العميق لما تحظى به دور العبادة في البلاد من رعاية ودعم واهتمام من لدن جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استجابة لدعوة الله سبحانه وتعالى إلى عمارة بيوت الله وإيمانا بالدور الحيوي للمسجد في حياة المسلمين. وأشاد في هذا السياق بما تفضل به سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أمر كريم بافتتاح وترميم وتأهيل 32 مسجدا تابعا لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية في كافة محافظات مملكة البحرين. كما ثمن المجلس دور المحسنين في إعمار بيوت الله ورعايتها بما يعكس روح الخير والبذل والعطاء لدى شعب البحرين. بعد ذلك بحث المجلس مذكرة الأمانة العامة بشأن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تدابير مكافحة كراهية الإسلام، وأعرب المجلس عن ترحيبه بهذا القرار المهم مثمنا مبادرة منظمة التعاون الإسلامي بتقديم هذا المشروع. كما وقف المجلس على آخر الاستعدادات لإقامة حفل إحياء ليلة القدر المباركة والحفل الختامي للدورة 28 لجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم المزمع إقامتها في ليلة القدر المباركة في جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي تحت رعاية سامية من لدن جلالة الملك المعظم.